السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف شباب؟ معكم مركان اوفر هودو، واليوم جايب لكم كيف انك تغير صورة السيرفر باكت. طبعا خلينا نقفل السيرفر بس في الاول. يلا قفل. اوكي، فهنا زي ما تلاحظوا في الفيديوهات اللي قبل يطلع لك بس اللي هي العلامة القرية او حاجة زي هيك يعني في السيرفر. فالحين كيف بعلمكم انكم كيف تضيفوا صورة. مثلا في خيارين، انكم تضيفوا صورة بأبعاد معينة، بحطها لكم في الديسكريبشن، ف بس يعني تحملوا الفوتوشوب وتسووه مثلا على الفوتوشوب كيفك انت، او ممكن تدور في الانترنت. فخلنا نروح ادور لكم صورة وارجع. اوكي، رجعت شباب، لقيت صور. طبعا الابعاد هي تسوي ماينكرافت اللي هي 64 ضرب 64 ايكون. اوكي، فشوف زي ما تاكدوا انها بي ان جي، تضغط عليها بتلاقيها هنا. وين وين وين؟ المفروض هنا مكتوب البي ان جي، ولكن ما مشكله، الاقي لك صوره 64 في 64 وبس. يعني مثلا لو هذا صوره سيف، هذا دايموند، انا مسوي ما اخذت هذه السيرفر اللي قبل. طبعا هذه الصورة كبيرة زي ما تلاحظوا، هذه هنا 256 في 256. اي صورة مثلا، هذه الدجاجة مثلا تقريبا، سوي سيف ايمج از، بعدين احطها في سطح المكتب عادي. وهي حملت هذه، شوف زي ما تلاحظوا هذه هي الصورة. طبعا تغير اسمها الى سيرفر ايكون، بحط لكم اياه برضه في الديسكربشن طبعا. فتروح ملف في السيرفر وتنقلها وبس. هذه هي كيف انك تسويها. فخلينا نشغل السيرفر وارجع لكم في ماينكرافت. مو من هنا، دايما تلخبط، حطها هنا لهذاك سينكت. اوكي، رجعنا لكم، بس كان في خطا عندنا اللي هو السيرفر ايكون، كنت تحطه اللي هو الداش بيناتهم. ف بس هذا هو كان الخطأ. فتسوي تشغل السيرفر، فشوف تسوي ريفرش، هذا هو السيرفر زي ما تلاحظوا، صار في صورة زي دجاج اللي احنا اخترناها. فبس هذه كانت الصورة، هذا كان كل الفيديو، اصلا بسيط جدا وسريع جدا. فهذا كان كل الفيديو شباب، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. مع السلامة شباب.